ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة رحلة جديدة وجولة جديدة زي ما احنا شايفين من على كوبري عباس، واحنا كنا نفسنا نركب المركب او اخد لكم جولة بيها. سعر تذكرة الفرد الواحد داخل المركب بتبقى 20 جنيه، والجولة بتبقى مدتها من 15 دقيقة ل20 دقيقة. طبعا بياخدك لفة في نهر النيل. وهنا المركبة كانت كبيرة جداً، بس حقيقي كانت جميلة. هو طلع طبعا صاحب المركبة طلع بيها قبل ما تحمل او قبل ما يكمل عدد الافراد المفروض يطلع بيها. ويلا بينا هنخش كده نشوف الجولة اخبارها ايه ونشوف حلوة ولا وحشة. وهنا كنا ابتدينا في المركبة، وطبعا كنا قاعدين بنستكشف طبق المية والكافيهات اللي حوالين المركب، وقد ايه الجولة كانت جميلة. طبعا ده وقت الغروب، ولو عايز في 2 مرسى، في عند كوبري التحرير، كوبري قصر النيل في هناك، وفي عند كوبري عباس المانيال. وطبعا السعر بيبقى هنا 20 جنيه، وهناك برضو في حدود 20 او 25 جنيه. وطبعا هنلاقي المرسى اللي ياخد كتير جدا او المراكب. يلا بينا. طبعا طول ما هو ماشي الدي جي شغال واغاني شغاله، يعني هتلاقي جو جميل، بحر وميه واغاني، وهتتفسح في النيل كله. ما تنساش ان الجوله سعرها رخيص جدا، 20 جنيه، وتقدر تكررها تاني، يعني تاخد لفتك في النيل وتقدر تقعد تاني وتكرر تاني لو انت ما استمتعتش بال20 دقيقه وال15 دقيقه. طبعا زي ما احنا شايفين العدد قليل، وطبعا في مراكب كبيرة جدا بتاخد حوالي 300 فرد، وفي مراكب بتطلع خاصة بتاخد حوالي 10 افراد او 12 فرد حاجة كده، بس بتبقى ب200 جنيه للساعة او 300 جنيه، على حسب الاتفاق ما بينك انت وصاحب المركبة اللي انت هتاخدها. طبعا رحلة سعيدة وجولة سعيدة، واتمنى لكم فسحة سعيدة لو حابين تجربوا المركب. ما تعيش حياتي.